بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل محاضرات اللي هي النفايات الصلبة، والنهاردة هنشوف حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا، وهي الكيميكال كومبوزيشنز اوف سوليد ووست، عملية التحليل الكيميائي. احنا عندنا عمليتين للتحليل بيتموا، اللي هي الماس اناليسيز، ودي بنسميها البروكسيميت اناليسيز اللي هو التحليل بنسب الكتل، والالتيميت اناليسيز اللي بنسميها الفوليوم اناليسيز. بنشوف الموتشر كونتينت عندنا قد ايه، وده بيبقى 105 درجه لمده ساعه. الفايوليت ماترز اللي هي اديشنال لوس اون اجنيشنز ات 950 درجه مئويه، والاش اللي هي عمليه الرماد المتبقي افتر بيرلينج. الفوليوم اناليسيز احنا بنشوف البرسنتج اوف كربون، البرسنتج اوف هيدروجين، البرسنتج اوف اوكسجين، البرسنتج اوف نيتروجين، اوف سالفرز، فيكسد كربون. وده هنشوف مثال عندنا على البروكسيميت اند التيميت كيميكال اناليسيز اوف مونيسيبال سوليد ووست. يمكن من ضمن الحاجات المهمه جدا للوسط، بالرغم من ان دي بتعتبر نفايات وليها اضرار بيئيه، الا ان احنا في الاتجاهات الحديثه ومحاولة استخدام هذه النفايات، وده هنتكلم إن شاء الله، بنتكلم على تدوير التدوير بتاع الملوثات اللي عندنا النفايات، فبنلاقي إنها بتحتوي على طاقة. فإزاي أعمل استيميشن لهذه الطاقة؟ زي ما شفنا مثلا المثال اللي قدامنا ده، فود ووست 15%، الهيتنج فاليو اللي هي القيمة الحرارية بتاعته 4650 كيلو جول لكل كيلو جرام، يعني معناها كل كيلو جرام احرقه من هذا الوسط يطلق لي حراره تعادل 4650 كيلو جول. كذلك البيبر 16750 كيلو جول، الكارد بورد 16300، البلاستيك 32600، الجاردن تريمينج 6500، الود 8600، التين كانز 700. يبقى دي طاقات احنا نقدر نستغلها ان شاء الله، وهنشوف ازاي بتستغل لما نتكلم على تدوير النفايات. فعلشان نحسب الهيتنج فاليو او القيمه الحراريه او الطاقه المتوفره عندي، ببدا اقول اجيب التوتال انرجي، بضرب الوزن بتاعنا في الهيتنج بتاعنا. على افتراضنا لو عندي 100 كيلو جرام، عندي 15 كيلو جرام في 4600 طلع 69700، وهكذا كل قيمه من هذه القيم. بلاقي ان انا عندي في النهايه انه لو اخذت 100 كيلو جرام معينه تحتوي على هذه العناصر، بيبقى عندي فيها طاقه كبيره جدا جدا تصل الى 1,474,000 كيلو جول. 474,000 كيلو جول. يبقى انا لما اجي اشوف هنا القيمة الحرارية الكلية 1,474,000 كيلو جول. طب لو أنا عايز أعرف الإنرجي كونتنت أو الهيتنج فاليو للعينة كلها والقيمة الحرارية بتاعتها، بقسم على الوزن يديني 14,740 كيلو جول لكل كيلو جرام. في عالم عمل لنا معادلة كبيرة جدا ومهمة اللي ديورينج فورميولا، وده عمل لنا ريليشن نتيجه الابحاث اللي عملها، بتحسب لي الهيتنج فاليو نتيجه لعينه من عينات الوسط اناليسز اللي هي تحليل النفايات، لعينه من نفايات تحتوي على عناصر كربون وهيدروجين واكسجين وسلفر واشز واتيفر، وحطينا معادله من المعادلات المهمه جدا اللي احنا بنستخدمها في عمليه تقدير الهيتنج فاليو لعينه من عينات الوسط. فاما نيجي نبص عندنا الهيتنج فاليو، بتبقى المعادله 32,851 في نسبه الكربون، 141,989 ملتبلايد باي اتش ماينس او على 8 زائد 9,263 سلفر، حيث السي زي ما قلنا الفراكشن اوف كربون، الاتش الفراكشن اوف هيدروجين، الاو الفراكشن اوف اوكسجين، والاس الفراكشن اوف سلفر. دي معادلة مهمة جدا جدا في تقييم القيمة الحرارية لعينة من
النفايات اللي موجودة عندنا، وزي ما هنشوف ان نتيجة هذا الطاقة اللي موجودة احنا نستخدم هذه النفايات في استخدامات هنتكلم عليها ان شاء الله. بنتكلم على تدوير النفايات ان شاء الله المحاضرة القادمة نستكمل.